السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج توين موشن ده برنامج بيعمل رندر زي برنامج يومن، سهل في الاستخدام. تقدر تاخد أي موديل اللي بتعمله على ريفت أو أركيكاد أو أي برنامج، تصدره اف بي اكس وتبدأ تشتغل عليه. أنا على سبيل المثال هنبدأ دلوقتي نشوف ازاي نضيف مسار. احنا شرحنا كذا فيديو قبل كده على قناة بيم أريبيا وبنكمل الشرح بتاعنا. أجي هنا وأقول له أنا عايز أعمل باص، أبدأ أضيف ناس مثلا، أقول له أنا عايز أضيف أشخاص، وبدوس هنا وأبدأ بقى أختار المسار اللي الناس تمشي فيه، وليكن مثلا المسار هوت، تمام. قبل بقى أختار الأشخاص اللي موجودين، هل أنا عايز ناس من أفريقيا، عايز ناس من آسيا، تمام. خلينا نعمل زوم بحيث إن احنا نشوف الأشخاص اللي موجودين. طيب ال closing، هل هي ملابس أوفيس، ترافل، رحلات، نشاط؟ طيب هنا هاجي اقول له الويتس مثلا 3، اللي هو الطريق يبقى عرضه قد ايه، تمام. الدينستي تبدا تكتر او تقلل خالص بالشكل دوت، طبعا زيرو يبقى كده مش حاجه خالص. تبدا تزود الناس، ممكن تعكس الاتجاه، ممكن تدفي موضوع الووك يمشي او يقفه. ولو جيت هنا هتلاقي هنا الدي تايم، بحيث ان انت تظبط التاريخ. ممكن تيجي هنا تقول له كاركتر باص، انا عايز اشغله او اطفيه. طيب برضو من ضمن الحاجات، خلينا نشغله كده. طيب من ضمن الحاجات برضو باص، ممكن تختار مثلا مسار للعربيات، تبدأ تحدد بقى العربيات بتاعتك جاية منين، رايحة فين، وهكذا، تمام. بس حاول تبعد عن الناس عشان ايه ما يخبطوش في بعض. وهكذا، تمام. طيب تقعد تلف بقى لحد ايه بتقفل الدايرة. هنبدأ بقى نحدد العدد بتاعهم قد ايه، وهل هي الاتجاهين ولا اتجاه واحد، والأوفيس بتاعهم قد ايه، الدنستي، السرعة، ترافيك رولز، تعرف الاتجاه بتاعتهم، وهكذا. ممكن تعمل برضو مسار للبايسكل، وتخلي الناس تسوق عليه، يعني عشان أقلل البنزين.